إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. السلام عليكم البنات، السلام عليكم حبوباتي. لحقاش لاحظت بان كاينين البنات وكاينين الناس اللي تنبغي الناس الحبوبات نتاوعي. دونك بالنسبه لهذا الفيديو هذا ما بقاش غادي نطول عليكم المقدمه، غادي ندخل ديريكتومون في صلب الموضوع. دونك هذا الفيديو هذا غادي يدوي على شجره نتاع السابان او شجره نتاع السابان، شجره نتاع الكريسماس. دونك بالنسبه لهذا الفيديو هذا، الناس اللي ما عارفينش على الشانتوي، لحقاش من البارح اليوم تزاد واحد العدد، واحد الكم الهائل نتاع المشتركين والمشتركات. نرحب بكم جميعا على القناه، على الاقل اكثر من 1000 مشترك ومشتركه زادوا في عشيه واحده. دونك نرحب بكم جميعا. الا ما عرفتوش مفرسكم ولا ما يتعود، بان البارح مع 12 درت واحد الفيديو تدوي على الشعريه الصينيه. دونك هذا الفيديو اللي درت لكم اليوم صورتو فريمون واحد الساعات اليوم متاخره بزاف، وماشي على البال وماشي على الحسبان، ولكن نظرا لكثره نتاع التعليقات من حقكم باش انا نرد على التعليقات نتاعكم. كان بودي نرد على تعليقاتكم كلها، ولكن تعليقاتكم هل تشرق وهل تغرب، وكل واحد يمكن ليش انا لا بدا خاصني ندير فيديو باش نشرح انايا لوجهه نظري من شجره نتاع السابه. الناس اللي ما عارفين والو، درت واحد الفيديو تهضر على الشعريه الصينيه، المخاطر نتاعها كما شفتوا، بان كاين واحد الفيديو في الفيسبوك ما عرفتوش شفتوه ولا لا، كاين بعض الشركات او واحد المعمل تيدير الشعريه الصينيه والروز بالبلاستيك تيدير. ما باقيش انا غادي نعاود لكم الموضوع، الا بيتوا هذا الموضوع هذا غادي تلقاوه على القناه، اخر فيديو درته البارح غادي تلقاوه على القناه، دويت لكم على الموضوع هذا بالتدقيق ودرت لكم تجارب عديده كيفاش يمكن لكم تفرقوا بين الشعريه الصينيه الحقيقيه والشعريه الصينيه نتاع الروز. المشكل هذا نورمالمون قالوا الناس بانه كاين في المغرب، ولكن على ما لقيت انا بان التجارب اللي درت بان داكشي اللي لقاو اليوتيوبرز او بعض البنات اللي هما او بعض الدراري اللي تيديروا دي فيديوهات في اليوتيوب، داكشي اللي انا لقيتو في من غير الرائحه نتاع الميكا في واحد المنتوجات اللي هما دو تري 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 بون كاليتي، يعني منتوجات نتاع الناس نتاع هنايا، منتوجات اللي هما ما يمكنش يكون فيهم الميكا تماك. دونك الناس اش داروا في هذا الفيديو هذا؟ خلاو الشعريه الصينيه وخلاو اخطر الشعريه الصينيه وقبطوا قبطوا في السبا، قبطوا في الشجره اللي كانت مورايا من خلال ما التمس من التعاليق، لان البعض منكم وي ماشي كلكم، والحمد لله والحمد لله والحمد لله والحمد لله والحمد لله، ماشي كلكم، بان البعض منكم تاتوا المظاهر ومشاو، هل يردني كافره وهل يردني ملحده وهل يردني عبده الشياطين وهل اللي بيدخلني النار وغتنتحرق فيها. علاش؟ لحقاش كاينه شجره مزوقه في الضواو في المنزل نتاعي، الموسوعات العلمانيه، في الموسوعات العلمانيه اللي هما فريمون معروفين وكبار، موسوعات علمانيه لعلماء اللي هما كبار بزاف غادي ياكدوا الكلام نتاعي. الشجره نتاع السابه، الشجره نتاع النوال، ما عندها حتى علاقه بالنصرانيه، ما عندها حتى علاقه بالمسيحيه. امتى بدات الشجره نتاع النوال؟ بدات الشجره ماشي نتاع النوال، بدات الشجره نتاع السابه او الشجره اللي تنقولوا حنايا دابا الشجره نتاع السابه، بدات في العهد نتاع الرومان. وشوف العهد نتاع الرومان راه قرون وقرون وقرون وقرون. دونك بدات تقدر يديروا لها التفاحه هنايا، المهم هما داروا لها كي شي ديكور. ومن بعد العهد نتاع الرومان كل واحد اش تيدير، ها اللي تيديرها كي شي ديكور، كل واحد عاد العهد نتاع الرومان راه هما قصاص داولو. دونك العهد نتاع الرومان عاد جا ديك الساعه الولادات نتاع المسيح، والولادات نتاع المسيح ترتبطت مع عاوتاني الشجره، وراه ما عندهم لا علاقه، يعني الولادات نتاع الشجره راه ما جاتش مع الولاده نتاع المسيح. والشجره عاوتاني بانت في العهد نتاع الملكه فيكتوريا في 1840 قبل الميلاد، قبل الميلاد يعني شوفوا بعد التاريخ نتاع الشجره هذه. العهد الملكه فيكتوريا هي خطها ودارتها ديكور وصيبتها وزوقتها وقدتها، المهم داروها ديكور في القصر الملكي. ومن بعد ذلك
بشويه 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 بشويه. ولو قصص تتداولوا قصص فريمون الا قريتوا غادي تلقاو قصص اللي هما كثيره بزاف، ولكن هاد القصص كلها هي تتاكد بانها هاد الشجره هادي نتاع نوال لا علاقه لها بالمسيحيه، لا علاقه لها بالطقوس النصرانيه، لا علاقه لها بالطقوس المسيحيه، لا علاقه لها بالولاده نتاع المسيح. خليت واحد الامر خطير، واحد الامر خطير لا يستهان به. راه الشعريه الصينيه قالوا الناس بانها راه فيها الميكا، دوك امر خطير يمكن يقتلكم يقتل لكم وليداتكم. واش قبطوا؟ قبطوا في امر تافه جدا 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 وما تيهمكمش وما تيشغلكم فيه. دوك امر لا يعني لكم بصله، امر حاجه اللي انايا ما قدرش نفهم ما غاديش يزيدكم ما غاديش ينقصكم. عندي انايا الشجره ولا ما عنديش الشجره اش غادي يزيدكم؟ واش انايا تنحتفل ولا ما تنحتفلش اش غادي يزيدكم؟ ولكن الموضوع نتاع الشعريه الصينيه هذاك غادي يزيدكم، هذاك نتوما غادي تعلم غادي تخرجوا من الفيديو نتاعي بحاجه في دماغكم، غادي ديروا تجارب في ديوركم على الروز ولا على الشعريه. كيفاش انايا هاد بنادم بغيت نعرف انايا هي كيفاش تيقدر يفهم؟ الحمد لله الحمد لله عاوتاني نقولها لكم بان كاينين بزاف البنات اللي هما واعيين على القناه، وهذا يا ربي ومنا تنحمدك وتنشكرك على هذه النعمه هذه اللي يكونوا بنات متفتحين واعيين قاريين. اللي تنقول بان البلد حيت يكون شي بلد وتتكون فيه قله نتاع الوعي، وباء وباء تتسلط على بنادم. واش ما عرفتوش كلامي بلاتي باش نعاوتاني نقولها لكم بين قوسين، كيما عاوتاني نذكركم بانه راه هي اللي فئه من نتاع الناس، ماشي لكم نتوما حبوباتي، ماشي بعدا حتى البنات اللي هما اللي ينتقدوا بالشجره في المنزل نتاعي انتقدوا بواحد الطريقه اللي هي كلاس، واحد الطريقه قولي لنا علاش كيفاش انت تشوفي الامور، انا تنبغي نديرها ولكن خايفه، كيفاش انت فكرتي واش سولتي. هذوك الناس انايا النقد البناء على راسي من فوق، النقد البناء هو اللي تيهز مازال القناه وتطلع بها مازال الفوق على راسي من الفوق. كل ما نقش كل ما كانش النقد البناء كل ما غاديش نوصلوا الى اكثر من 350 الف مشترك ومشتركه اليوم في ظرف قليل. بديت اليوتيوب فريمون اليوتيوب في شهر واحد وحنا هي راه كاينين في شهر 11، دونك في 11 شهر في 11 شهر. دونك كل ما كانش هذا النقد البناء كل سوما ما غاديش تكون، كل قناه سوما ما غاديش تكون. ولكن النقد اللي فريمون تيكون ماشي حتى نقد، وانا نقد تشوفي وحده مسكينه هي من هنا لهنا من هاد الكومونتير لهاد الكومونتير من هاد الكومونتير من هاد الكومونتير سيرو ديزابونا وحيدو لها من القناه نتاعها، هاني مشيت تعاود مسكينه ترجع حيدو ليها وتمشي لهادي ودير هادي، لا راه خاصك تحيدي لها ما حنايا ما خاصناش نفرشوا في وحده كافره ومالنا على هاد النفاق مالنا. وصافي انتيا خليتي الكومونتير نتاعك سيري الله يعاونها ويعاونك، انا غادي نقول لك سيري وقلبي داعي لك بسلامه يعني باي باي. علاش من هنا لهنا؟ تعرفي بان بعض الناس سبحان الله العظيم كما تيقولوا واحد المثال تطيح البقره وتطيح وجنا، والحمد لله البقره ما طيحش انا والحمد لله انا معاكم. كون انا ما بغيتش نوري لكم السبا كون ما وريته لكمش. مالنا على هذا النفاق؟ ما متبعينش دي يوتيوبرز فرنسيين، ما متبعينش دي يوتيوبرز امريكانيين، متبعين هي اليوتيوبرز المسلمين، هي اليوتيوبرز اللي دايرين اللي دايرين الخمار وتيبينوا عيينهم صافي، هذوك هما اللي عندكم مسلمين. يعني فريمون شي وحده اللي ما دايرهاش اصلا بعد هذيك القضيه نتاعت الحجاب، ديك القضيه نتاعت الحجاب ان شاء الله انا غادي ندوي عليها، ولكن غادي يكون فريمون موضوع اللي هو خاص جدا. قلت لكم واحد النوبه بان يا ربي يا ربي يا ربي يا مولانا ما تقبط روحي حتى نكون انايا دايره الحجاب. كل نهار كل نهار تصوروا معايا كل نهار تيجوني ايات قرانيه وتيجوني والتبرج، علاش ندخل اصلا القناه؟ ورا هذه راه قناه للمراه للجمال تاع المراه، كيفاش تتعتني براسها، كيفاش تتعتني بشعرها، كيفاش تتعتني بالاولاد نتاعها، راه ما كايناش ماشي قناه نتاع الداعيه. ما فهمتش شي حاجه الا ما قدرتش تفهمها. واحد تيشوف العنوان وتيشوف الصوره وتيشوف بان راه هذه الصوره هذه والعنوان تتوحي الى واحد الحاجه، يعني اما تنعلو الماكياج اما تصفف الشعر اما وصفه طبيعيه اما جيت ريدي ويز مي، دونك اي حاجه تتخص بالمراه تيدخل وديك الساعه هو تيفرض خاصك ديري وخاصك ديري وخاصك ديري وخاصك ديري وخاصك ديري وخاصك ديري وخاصك ديري، وهو الله اللي عن به اش يدير. دونك بالنسبه لهاد الناس هادو
انا تنتوصل بهم على الاقل على الاقل شي 50 كومونتير كل نهار. الا تيجوني 1000 كومونتير في النهار، راه 50 كومونتير من هاد الناس هادو تيجيو تيخليو 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 تيخليو. ما انا بعض الحوايج اللي ما فريمون شاش نقول لكم، تتبقي ساكته 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 وبعد مره تبقي تخنقي. دونك انا غادي ندخل لكم ديريكتومون في الصلب الموضوع نتاع الشجره نتاع الكريسماس. قريت كتب، سولت علماء، اي حاجه ندخلها الدار نتاعي الا وانا خاصني نسول عليها وخاصني ندخلها على اقتناع. الله بوحدو بوحدو اللي عارف داكشي اللي في قلوبنا. وحنايا حيت دخلنا الشجره دخلناها كديكور، الناس اللي يقولوا علاش في هاد الفتره هذه، في هاد الفتره هذه بالضبط نتاع السنه دخلتي، علاش ماشي زعما طول العام؟ انا يا هاد الشجره تعجبني في البرد، تكون نوال ولا ما يكونش نوال داكشي ما تيهمنيش، تيعجبني في البرد. وقت ما انا يتبدا البرد حتى تيكمل البرد وانا تنبقى محتفظه بها، يعني في الفصل نتاع الشتاء كله انا تنبقى محتفظه بهاد الشجره هذه. إذا بغيتوني انايا نفيلمي لكم يعني امتى دابا دابا نوال، نوال راه باقي، راه الناس هنايا راه الناس راه باقي ما داروش الشجر، يلاه في لو سونت كوميرسيال. اما الا مشيتي عند شي حد راه باقي الشجره باقي ما تدارش، يعني حتى بعدا تيدخل شهر 12 وتتبقى ديك 10 ايام 10 ايام قبل نوال عاد الناس تيحطوا تماك الشجره في ديرهم. انا راه شحال هادي وانا حاطه، شحال هادي وانا يا حاطه الشجره نتاعتي وغادي نبقى محتفظه بها حتى يقرب البرد يخرج. لحقاش تيعجبني الديكور، تيعجبني الشكل نتاعها. البنات اللي هما دخلوا علاقه الاولاد نتاعي، لحقاش كاينين بعض الوليدات اللي هما تيبغيو يكون الشجره، وقلتوا لي عندك تقول لنا راه ولادك عندك تقول لنا شي حاجه. انا يا ولادي انا اللي تنفرض عليهم، ماشي هما اللي تيفرضوا عليا حاجه. انا اللي بغيت نديرها ولادي بغاوها ولا ما بغاوهاش، انايا اللي بغيت هو اللي خاصو يكون في الدار نتاعي، ماشي الاولاد نتاعي هما اللي تيفرض. ميسا بغات الشجره، انا ما بغيتش ما غاديش تكون الشجره. ميسا ما بغات الشجره، انا يا بغيت الشجره خاطر تكون. الناس اللي ما عارفين الشجره نتاع نوال قبل ما تهجموا وقبل ما تبقاو ددد سرقها قراو شي شويه. راه القرايه راه القرايه راه ماشي القرايه تنقراو في المدارس، ماشي القرايه تنقراو في الجامعات، ماشي القرايه تنقراو في الكليات. راه القرايه كاينه القرايه وكاين الثقافه، يعني تقفوا شي شويه راسكم، قراو كتب، قراو شوفوا تفتحوا شي شويه تفتحوا. راه حنايا ديما اللور اللور اللور، لحقاش الاغلبيه نتاعنا ما متفتحينش، ديما مغلقين على راسهم، ديما 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 منغلقه على راسهم، ما يمكنلكش تفتح للاخر، مزمتين عايشين في واحد القوقعه، ما يمكنليناش حنايا نتفتحوا على الاخر. كيفاش تبغيتوا الاخر هو يزيد مازال يدير واحد الخطوه بالنسبه لنا. بالنسبه للبنات اللي قالوا علاش الاخرين ما تيديروش بحالنا، علاش الاخرين ما تيذبحوش، علاش الاخر كل واحد يدير داك الشيء اللي ما سوقيش، علاش الاخر تيحتفل، انت تحتفلي بنوال وانت تحتفلي براس السنه. انا ما تيهمنيش، انايا بالنسبه لي حنايا ما تنخرجوش في راس السنه، يعني ما تنخرجوش وما تنديروش هذيك الزيطه وداك الاحتفال، وخاصنا ضروري غاطو. كغاطو هو هذاك ما كنغاطوش يعني ماشي مشكل، يعني شي حاجه اللي هي ما تنعطيوهاش واحد الاهميه اللي هي كبيره، وخاص الكادويات وخاص داك الاحتفال وخاص اللباس وخاص داكشي. داكشي انايا ما تنديروش في الدار نتاعي، ماشي ما تنديروش، كان هو هذاك ما كانش هو هذاك، يعني زائد كما زيتو كما نقصانو. راه الا كملتو الفيديو حتى الاخر، راه قلت لكم في الاخر نتاع الفيديو بان راه هاد السابان هذا راه ليس له علاقه بالدين، قلتها لكم. ولكن للاسف الكثير منكم ما كملوش الفيديو نتاعي نتاع الشعريه الصينيه نتاع البلاستيك، دغيا في الدقه الاولى شفتو السابان وبدات الاحكام وبدا الهجوم. الله بوحدو بوحدو اللي عنده الحق باش يحاسبني، والله بوحدو اللي عالم اشنا هي نيتنا واشنا هي نيتي حيت درنا الشجره نتاع السبا او الشجره نتاع الشتا. انا تنقول ليها الشجره نتاع الشتا، بوحدو تحد ما عنده الحق باش يقول لي ندير الشجره او ما نديرش الشجره. الله بوحدو هو اللي تيحاسبنا، كل واحد غادي يكون قدام الله بوحدو. وقبل ما تحاسبوا سوما او تحاسبوا اي واحد اخر على داكشي اللي تيدير، سيروا حاسبوا ريوسكم، سيروا شوفوا ريوسكم. هذا هو المجتمع نتاعنا، تيخلي راسو تيخلي الاخطاء اللي فيها وتيمشي يركز ولا تيمشي يقلب على عباد الله، تيمشي ينبش، تيمشي تيقلب على المشاكل، تيقلب على المصايب. علاش اكبر نسبه المشاهده في اليوتيوب العربي بصفه عامه هما المصايب والكوارث والشوهه نتاع عباد الله؟
لحقاش حنايا تنبغيو هادشي، تنبغيو الشهرة وتنبغيو المصايب وتنبغيو الكوارث واي حاجه اللي هي خايب اللي هي تضر الاخر وتتشوهو. هذيك الحاجه هي اللي حنايا تنوقفوا حدا هذيك الحاجه، هي اللي حنايا تتعجبنا. اما الفيديوهات التعليميه والفيديوهات اللي هما يزيدوك شي حاجه في العقل نتاعك، الفيديوهات اللي هما يخرجوك بواحد المعلومه اللي هي تفيدك وتفيد تفيد حياتك وتفيد وليدات نتاعك، داك الشيء نسبه المشاهده نتاعتهم قليله بزاف. علاش اكثر نتاع الناس نتاعنا تيبغيو يدخلوا في الامور الشخصيه نتاع الاخر؟ علاش اكثر نتاع الناس نتاوعنا الناس المغاربه او الناس المغاربه بصفه عامه ماشي يقولون اكثر نتاعهم تدخلوا في السوق نتاع الاخر عوض ما يحاسب راسو تيمشي يحاسب الاخر، تيمشي يقلب على الاخطاء نتاع الاخر. اكثرنا منافقين، منافقين من الدرجه هي هذيك. اكثرنا على المظاهر، المظاهر الا كان شي حد مسوقهم قاد سميتو هذاك هو سيدي وفلان وخويا وحبيبي، الا شافوك غير شي شويه مسكين ماشي هي هذيك وسميتو يعسفوا عليك بالصباط. الله ما شي حد ما يتسوقوليكش. علاش دايرين بحال هكا؟ علاش المجتمع نتاعنا داير بحال هكا؟ فهاد الفيديو هذا او الفيديو اللي فار درتو لي بحال ما عمركم شفتو الشجره نتاع السابه، ما تشوفوهاش في لي سونتر كوميرسيو في المغرب، ما عمركم شفتوها في كارفور ولا في اسيما، الا ما عمركم شفتوها ما غتبان. وصرو حرقوهم، قولوا احنا بلد مسلم، حنايا راه هما راه داروا الشجره في السونتر كوميرسيال، سيروا نتوما حرقوهم. لحقاش الا داروها يعني هما هما راه نصارى، دونك الا شي حد نصراني دونك ماشي مسلم دونك ماشي انسان، هذاك ماشي انسان، هذاك انسان كافر، هذاك خاصنا حنايا نذبحوه ونقددوه سميتو. هذا هو اللي خلى دوك الضواهش يخرجوا لينا ويخسروا الصوره نتاع الاسلام. ما باش ندوي انا على هذا الموضوع هذا، ولكن راه الصوره هذه اللي تنعطيوها حنايا على هذا الاسلام هذا اللي هو تيكون كحل، اسلام ماشي كحل، اسلام هو دين السلام، هو دين المحبه، هو دين نتاع التسامح. اكبر شجره نتاع السبا ماشي اكبر، اجمل واغلى شجره نتاع السبا فين موجوده؟ قولوا لي نتوما فين موجوده. موجوده في ابو ظبي، وابو ظبي ما عمرش بالمسلمين اللي تدرسوا ابو ظبي، ماشي هما المسلمين. غادي تقولوا لي اش من هذوك مسلمين ابو ظبي كون شفتي اش شجره في ابو ظبي؟ ابو ظبي عرفوا بان شجره نتاع السبا هي كوميرسيال، هي تجاره، داروا ديك الشجره لحقاش عارفين بان ابو ظبي كاينين فيها بزاف الناس نتاع الاجانب اللي غادي تعجبهم هذيك الشجره. يعني راه الشجره نتاع السابان كل واحد يحطها على حساب النيه نتاعتو، وكل واحد غادي يحتاسب على قد النيه نتاعتو، كل واحد غادي يتحاسب قدام ربي بوحدو. ما غاديش تكوني معايا وما غاديش نكون معاكم، انا غادي نكون بوحدي وانتم غادي تكونوا بوحدكم. الفيديو نتاع اليوم ما درتوش باش نقنع او ما نقنعش، ما درتوش باش تيقوني ولا ما تيقونيش. هذا الفيديو هذا درته باش نجاوب على بعض التعليقات، ودرته باش نجاوب ليكم نتوما، ليكم نتوما حبوباتي، ليكم نتوما الناس اللي متبعيني من النهار الاول، ليكم نتوما الناس اللي دايرين فيا الثقه. نتمنى بان سابا في المنزل نتاعي ما يتزحزحش الصوره نتاع السومه، السومه اللي نتوما عرفتوها، السومه اللي ما خبات عليكم والو من نهار الاول، السومه اللي اي حاجه كاينه وتتقولها، السومه اللي ما باش تكذب عليكم. كان بامكان سومه تهز سابان وتخبيه وما تقولوش ليكم، ولكن انايا بغيت نوري ليكم وجهه نظري على هاد السابان هذا، مع العلم بانه راه غادي يجيني صداع راس وراس كبير جدا 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 مراتي هاد السابان. لحقاش انا يمكن لياش نغير عقول نتاع عباد الله، عقول نتاع عباد الله هكا للاسف، للاسف الشديد القله نتاع الثقافه والانغلاق على النفس نتاعك كيعطينا انسان داير بحال هكا، انسان تيمشي يجيب لك الايات القرانيه وتيقول لك ها اش كاين. القران راه هو راه واحد البحر كبير بزاف، خاصو كتب 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 كتارين بزاف باش نتا تعرف هذاك القران وتعرف علاش تيدوي فريمون هذاك القران. ما تهزوش غير السطحيات نتاع الاشياء، وهذوك السطحيات تمشيو تبقاو تنشروهم هنا وهنا 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 وهنا. القران هو كتاب مقدس على راسي من الفوق، كتاب تنقريه، تنقراه انا وتنقريه لوليداتي كل ليله، كل ليله تنقراو صفحات منه. الله هو اللي علم بينا، والله هو اللي علم بالنيه نتاعتنا،
والله هو اللي عالم بسومه الداخل نتاعها كيفاش داير. كما قلت لكم ما عندكمش الحق نتوما باش تتهموني بهاد الاشياء اللي بعض منكم تهمني بها، يعني الكفر والشعوذة دخلتوها شعبها بعض المرات بعض التعاليق تنقول لا اله الا الله، الله يكون لهم في العوان. فريمون بعض الناس الله يكون لهم في العوان. وبين بعض التعاليق اللي هما حائره اللي انايا جاوبت عليهم ان شاء الله اليوم. نتمنى هذا الفيديو هذا ما غاديش يقدر يجاوبكم على كل شيء، وما غاديش يقدر يقنع كل شيء، ولكن على الاقل وريت لكم بكل صراحه وجهه النظر نتاعي من خلال الشجره. وغادي نختم هذا الفيديو هذا باش نقول لكم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى، والله سبحانه وتعالى هو اللي عارف النيه نتاعتي. وانتوما اي تعليق خليته واي تعليق غادي تخليوه اش غادي نقول لكم؟ ما غاديش نسمح لكم ترغدوا قدام القيامه، لا غادي نقول لكم والله غادي تحسبوا به الا كانت نيتي زوينه، راه الله غادي تحسبوا به. الا كانت نيتي خايبه راه الله غادي تحسبوا به. السلام عليكم.